مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير إن شاء الله، ربنا يتقبل الصيام والقيام وخالص الدعوات. مع كل الود والتقدير، مساحة جديدة، حكاية جديدة، وقصة جديدة من قصصنا اللي بنتناولها دائما في برنامجنا مع كل الود والتقدير، وبحث جديد عن بطل جديد من أبطال الصمود أمام ظروف الحياة الصعبة وأمام الوضع الاقتصادي المعيشي الضاغط. بطلة قصة اليوم أختنا نصرة، ونصرة أم لثمانية أطفال، تعيش برفقة شقيقتها مطلقة، عندها برضو عدد من الأطفال، سلامتك. وبتعمل هي أعمال شاقة جدا عشان توفر لهم العيش. خلونا مع بعض نسمع الحكاية من نصرة. مرحبا بك حبايبي. مرحبا بكم حبابكم الفاس. أول حاجة نحن بنشكرك على الاستقبال الطيب، وخلينا نبدأ معاك عرفينا بأولادك بأسمائهم وأعمارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنهم لثمانية أطفال، أكبرهم المعز تقريبا عمره 17 سنة، بيقرأ في المدرسة الثانوية الصف الأول، والثاني محمد طبعا امتحن ومفروض يلتحق بمعهد، ونسبة للظروف ونزل بيعمل حاليا في السوق العربي، يعني بيعمل أعمال زي ما بيقولوا هامشية كده، الحمد لله رب العالمين نمشي بها أمورنا. والكبير هو اللي في الثانوي، إسماعيل ده طبعا هو الثالث إن شاء الله، وبيقرأ في الصف السادس، ممتحن السنة دي إن شاء الله شهادة. وبعديه منذر، يا هو منذر ده إن شاء الله في سنة رابع، وبعديه هو التوم، ده هم الأبناء طبعا. التوم ده صغير عمره 4 سنة، لسه الرياض ما خشاه. وعندي 3 بنات، أكبرهم خديجة في الصف الثالث، والثانية طبعا سهير في سنة أولى، والتوم طبعا هي هبة الغيصة دي عمرها 4 سنين. كلهم في الرياض الحمد لله رب العالمين، نجاسب ونعلم فيهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعينك إن شاء الله. تسلم. البيت الساكنة فيه ده إيجار ولا ملك ولا ورثة؟ والله البيت ده ورثة، أصلا إحنا شقيقتين وعندنا أخ واحد، طبعا بعد وفاة الوالدة تقبلها الله، توفت قبل 4 سنة، أخونا شال النص وساب لنا نص النمرة، هو عندنا 90 متر، 90 متر، أنا وأختي الحمد لله رب العالمين مستورين فيه. أختي طبعا مطلقة، عندها 3 أبناء. أختك؟ أي مطلقة. وأنت زوجك عايش ولا منفصلة ولا كيف؟ والله زوجي عايش قاعد الحمد لله رب العالمين، لكن هو طبعا الناس زي ما بيقولوا الناس الإدمان ديل هم الحمد لله رب العالمين شغال، لكن زي ما بيقولوا شغال لنفسه، نحمد الله الحمد لله. هو أنا بجاسف للأبناء ديل الحمد لله. طيب انت اشتغلتي شنو ولا شغاله شنو حاليا؟ والله انا كنت شغاله زي ما بقول اعمال يدويه، كنت بعمل المفارش والبتاعه الصوف دي، اللي بقت الحمد لله بتغطي، لان اصلا الاقبال على الشراء ما في. قمت حاولت التخب المدرسه، اشتغلت كبايع في المدرسه، وهسه حاليا مقدمه كفراشه. بتبيع شنو في المدرسه؟ والله هو حلويات، فطور، هو بالاحشام، الحاجات كده للاطفال طبعا. دخلها بسيط لكن الحمد لله. الحمد لله. اي الحمد لله. يعني انت بديتي بالشغل بتاع الحياكه ده؟ اي الحمد لله، كنت بعمل المفارش وبعمل الصوف وبعمل الطباقه. لكن دي طبعا موسم، المفارش دي موسم في الاعياد، والطباقه دي في رمضان. يعني باقي السنه الحمد لله رب العالمين زول بيحتاج للدخل. ايوه. دي ما بيكون في انه في اقبال للشراء. عشان كده لقيت ان انا اعمل حاجه ثانيه، بقيت امشي المدرسه، هو انا ببيع. طيب. وفي رمضان قبل رمضان بشهرين الحمد لله رب العالمين بنبدا العواسه، بعوس الابري، لو في نهايه رمضان بنعوس الرقاق الحمد لله رب العالمين، مشينا امورنا الحمد لله. اي الحمد لله. وفي الاجازه بتاعت المدارس؟ والله الاجازه بتاعت المدارس بس الحمد لله بعمل طعميه، بوديها الدكان بعمل طعميه قدام الباب، ومشينا امرنا الحمد لله. طيب تعامل الناس الدكاكين معاكم كيف؟ والله الحمد لله، عندي 3 دكاكين بتعامل معاهم، والله بحصل لدرجات، بحصل 100 ألف، بحصل 70 80، والله ما بيشاكلوني في انه ما حليتينا ليه، لانه عارفين الظروف، وانا لما القى بحل لهم طبعا، بتدين بشيل منهم، ما عندهم مشكله بدوني. والله 3 دكاكين في الحياه بتعامل معهم، الـ3 هو بكده الحمد لله ماشيين زي ما قالوا، امورنا الحمد لله رب طيب العالمين. طيب لما المدرسه تأجز بتعمل شنو؟ والله المدرسه تأجز، هنا ببيع طعميه برا برا البيت، اي خشم الباب كده باخدها، ومرات بوديها الدكان. والقصة دي بتغطي معاك؟ والله ما بتغطي، لكن الزول بتحرك، والله مرات انا بغسل في يعني لما اشوف انه ما غطت والاطفال محتاجين، والله طلعت غسلت في البيوت وكويت، يعني ده كله عشان شنو؟ انا
ما يكون محتاج الإنسان. ونحن طبعا والله من أسرة عريقة يعني أسرة ما شاء الله أهلنا من أهل أمي لأهل أبوي، لكن أنا طبعا فيني أنا ما بحتاج لإنسان. يعني أنا مش بقول أدوني، هم طبعا عندهم أقول أدوني لو داير بيبنوا ويعملوا الغرب بيمشون بدهم، لكن أنا ما عندي طبعا أقول أدوني. عشان كده أعتمد على نفسك بقى. الحمد لله رب العالمين. وزوجك الآن معاكم قاعد؟ والله هو بيطلع الصباح، هو الناس الإدمان ديل طبعا بيجي المساء تاني بيطلع الصباح، مرات بيقعد يومين ثلاثة وبيجي، والحمد لله يمشينا أمورنا الحمد لله. أي الحمد لله. الولد اللي شغال في السوق العربي شغال شنو؟ والله ساقه طبعا عمه في بتاع مطبعة مطابع بتاعت الورق دي، قال عاوز يعلم الحرفة. يا هو بيديه في اليوم 2000 مرة 1000 جنيه، هو بنظف المطبعة وبيشوف العطلة فيها يصلح معه، يعني ده يعمل شنو كثيرين عشان يشتغل معه في المستقبل إن شاء الله. لأنه ده نقري المحد، المحد اللي جنب 120-130 ما استطعنا والله. أسر ولا ذاته بقرأ اتحاد، لأنه جلس تاني يا هو الناس الملاحق جاب 198 بقرأ 80 والله أسر بنقصد له فيها. طب اللي بيساعدك في الرسوم منه؟ والله عندنا عمهم بيساعدنا، بيدفع 30-40 كل شهر، بيدفع معي 10، ما قاعد يقصر عمهم. يهو الحمد لله. طيب بالنسبة للمصاريف اليومية بتاعت البيت ومصاريف الأولاد للمدرسة؟ والله يهو الحمد لله بيمشي اللي بيجيبها. عندنا بيت في مدرمان ورثة طبعا، ما ادينا منه غرفة، بس الغرفة دي ما أجر بعشرة، العشرة دي بتجي شهرية، احنا بنقوم الدكان شلنا منه كتير بنحله، والماشي انه من الشمورنا والله مرات قرش الفطور بنشيلهم بتاع الدكان، ما عندهم مشكلة. يعني ستي معتمدة على البيجي من العشر ألف من الغرفة، وطبعا زي ما قالوا تاني فعل الخير ما قاعد يقصر، أهل الخير في خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله. أنتوا ساكنين هنا من بدري البيت ده؟ والله يعني احنا أصلا زي ما هو حسب كلام أمهاتنا احنا من الثمانينات، طبعا الأرض دي كانت حيازة هو كنا قاعدين فيها، كنا في الولاية الشمالية وجينا فيها هنا. يعني أنا قريت الابتدائي في المنطقة دي ذاتها. ده البيت اللي تزوجتي فيه وسكنتي فيه وكده؟ ده اللي تراحت فيه زي ما قالوا من الطفولة، احنا لما جينا هنا تقريبا كان عمري زي 7 سنين وأنا كبرت البيت طبعا. أنا أخونا الصغار ده في واحد الأخيرة دي مولودة هنا. أنتوا عشتوا في البيت ده وتزوجتي هنا في البيت ده؟ أي في البيت ده. هنا؟ أي ولدتهم هنا في البيت في نفس المنطقة دي ذاته؟ في البيت ده ذاته. الحمد لله. الحمد لله. طيب أنت بتعرفي تشتغلي شنو هسي؟ الوظائف اللي بتعرفي تشتغليها أو المهن اللي بتعرفي تشتغليها غير القصة بتاعت الطباقة والمفارش وموضوع الطعمية ده، بتعرفي تشتغلي شنو تاني؟ والله طبعاً تاني ما جربت حاجة. هم ده الأشغال اللي أنا لأنه دي رأس مالها حاجة بسيطة بتمشيها، ولأنه بديت أشتغل بها. دي شنو دي؟ يهم نص الطباق والحاجات دي، لأنه رأس مالها بسيطة، عشان كده أنا بديت بها. يعني تاني ما بديت لي حرفة تانية، لأنه ديك بدي تطلب رأس مال كبير. طيب كده أشرح لنا ذاتها قصة الطباقة دي، أنت بتجيب المواد من وين؟ والله الطباقة دي أنا طبعا بشيل الرأس مال حاجة بسيطة، بمشي السوق هنا بتاع اللفة بشتري الصوف. طبعا السنة دي أنا ما اشتغلت لأنه أصلا ما غطى معي، وكنت في المدرسة ومن المدرسة طبعا بشرنا اشتغلت في العباسات والحمد لله ده رمضان السنة. لكن السنة اللي فاتت كان اللفة الخيط بألف جنيه، بشيل 3 لفات ب3000 وبشتري ساعة بألف جنيه، بجي بعمل وببيع الطبق ب6 وب5. يا هو الحمد لله يعني الربح البسيط ربح ده على ده بغطي الحمد لله. وموسم محدد؟ موسم طبعا قبل رمضان، يعني بعد رمضان تاني احتمال لي أول يوم في رمضان تاني، إذا في حاجة تاني بتقعد للسنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دي حالة خطنا نصرة، وهي مرة مكافحة ما شاء الله عندها 8 أطفال تسلم، وبتشتغل في مهن مختلفة ونموذج للتدبير، يعني عندها غرفة واحدة في أم درمان مؤجرة بتورثة مؤجرة ب10,000، لما تجي ال10,000 دي نهاية الشهر بتشوف ديونها، هي بتتعامل مع 3 دكاكين، الدكان الدين وأعلى بتحلها منه، مصاريف الأولاد بتاعت المدرسة ديونهم بتاعين الدكان، وهي معتمدة على شغل المواسم. قبل رمضان اشتغلوا عواسة الأبري والعواسة بتاعت الرقاق، وفي موسم المدرسة بتشتغل في المدرسة، وهسي قالت مقدمة لوظيفة بتاعت فراشة، وبعد ذاك في المواسم العادية بتشتغل يعني الشغل المتاح الموجود، المهن البسيطة اللي بتقدر عليها، وإذا الظروف ضغطت عليها شديد تمشي تشتغل في البيوت. وحامدة شاكرة بما عندها من حال ونموذج للاعتمادية، هي قالت إنه يعني أهلها أسرة عريقة وعتيقة، إلا إنها ما بتمشي تقول الدنيا، مع إنه أهلها ممكن يدوا الناس الغرب، ف
فهي اولى بحاجه من اهلها، لكن ما بتمشي لزول ولا بتقول لزول اديني حاجه، معتمده على نفسها ومعتمده على مجهودها البدني بعد ربنا سبحانه وتعالى عشان تكسب رزق اولاد. نحن اول حاجه بنشكرك، بنهنيك على الطاقه وعلى الروح الجميله دي. جزاكم الله خير. ويعني الخير موجود في امه سيدنا محمد، ما محتاجه تمشي لزول تقول له ديني، ما حيصلوك لحد عندك. لكن احنا سؤالنا انه يعني انت ممكن تشتغلي شنو اذا الناس عايزين يدعموك؟ والله انا ما عندي مشكله اي حاجه، انا مثلا حتى اذا انا ما بقدر اشتغل انا هحاول اشتغل فيها، انا ما عندي مشكله. يعني ما عندي مثلا انه ده انا ما حقدر، لا لا ان شاء الله باذن الله تعالى. حتى اذا انا ما بعرف بحاول اكتسب فيها خبره واشتغل فيها. طبعا الناس والانسان زي ما قال الحوجه ام الاختراع. يعني انت محتاج لحاجه يدوك، لا ان شاء الله حتطغن فيها وحتحاول تشتغل. حتى اذا ما بتعرف زي ما قالوا حتشوفها زي ما قالوا اهل الخبره حتتعود منهم. انت قبل شويه قلت لي انك قدمتي لوظيفه بتاعت فراشه في المدرسه. اي قدمتها. جاكي رد ولا لسه؟ والله انا اشتغلت اصلا مطوعه السنه دي كلها، كنت مطوعه. طبعا اللسان المطوع ده بيشتغل بدون قروش. كنت مطوعه يا هو ببيع حاجاتي دي. الرد جا قال لنا والله ادعينا وظائف ما في، جاله ثلاثه نفر وشالوهم. واصل المدرسه اللي انا شغاله فيها ادونا خطاب انهم هم فعلا محتاجين لي انا كفراشه. لكن من الوزاره او الناس المحليه لسه ما جاتهم زي ما قالوا الوظيفه الماليه عشان يقوموا ينزلوا علي عشان انا استلم المرتب. يعني انا لسه شغاله في المدرسه بنظف اي حاجه، بمشي الصباح باجي الساعه 2 لكن بدون مرتب. لما المرتب يجي لما المرتب يجي انا حكون يهودي حته تقال واحد. ده حسب الناس كلام الجهه المختصه طبعا. طيب اخذنا نصرة، نحن يعني بقول لك ان شاء الله نجي المره الجايه نلقى عندك وظيفتك ونلقى الشاب الفني ده في السوق العربي يتعلم مهنته إن شاء الله. ونجي نلقاك بحالة أفضل وعاملة مشروعك الخاص. دي هدية بسيطة مقدمة لك من قناة الشروق الفضائية، عسى ولعل تساعدك في أنه تعملي لك مشروع صغير أو تساعدك في أنه تعملي أي فكرة تنجحية، تعملي مشروع المفارج دي من جديد، توسعيه بصورة أكبر، تفتحي طبلية، تعملي إيس كريم زي ما تحبي. إن شاء الله تبقى لك فتح ويسهل عليك، بما انك زول معتمدة على نفسك. ربنا حيعينك ان شاء الله، كتر خيرك. جزاكم الله خير وتسلموا، رمضان كريم، تصوموا تفطر على خير ان شاء الله، وربنا يساعدكم في الخير وتقديم الخير للناس زي ما قالوا الدل على الخير كفاعله. جزاكم الله خير ولما مرحب بكم في دارنا الصغير ورحب بكم. الله يديك العافيه. جزاكم الله خير وكل سنه طيبين ان شاء الله. كتر خيرك. تسلموا، جزاكم الله خير. دي كانت حكايتنا اليوم، حكايه الاعتماد على الذات بعد الله سبحانه وتعالى. أختنا نصرة اللي عندها 8 أطفال، زوجها بيمر بظروف خاصة هي حكتها، وهي بتعتمد على مجهود الشخصي رغم إنها كان عندها مساحة إنه تمشي لأهلها وتطلب منهم قروش ويساعدوها، إلا إنها ما حابة الفكرة دي تماما وقائمة على الاعتمادية الذاتية بتاعتها في إنها تشتغل وتوفر مجهودها بمجهودها لقمة عيشها. نحن نتمنى لها التوفيق والإعانة، وأي زول فيكم حاب يدعمها نحن إن شاء الله بنوصل لها لحد البيت. زولة مرحبة من الضيافة، تتقبلكم بصدر رحب. حكاية اليوم مع كل الود والتقدير لها ولكم ولكل السادة المشاهدين في